اوف اوف شو صار لك يا؟ والله بدي تقجي لها بالي كرشي، ما ريت تاخذها من الصوب، ترى اخذ لها للمرأة، ما تتعلم البال. قال لا، قال ابو تسويها، قال بطلع ريحة دياطة، ليش حات؟ قال ما تشمي، قال ما تحسن تنام هيك. ما بعرف شو بدي اسويها. لك خنزير ليلى عندنا، بتعرف انه سوريا بيحبوا الكرشي؟ وبعدها مشي بتجيب لها هي على البيت، شو بعد تقول لك؟ بعد تقول لك أمان تقبل وقاق شو شغير يقدم بقل دار تقدير ده قضايا أعلام أنم لا راكي ده جاي من هفتا بير هفتا قل قال ليلى هاك المرة أنا شفته لابن نويلة لابن نويلة ليك شو بعد سيئ ابن نويلة قام جابه على الكرشي وحطه بالجمشر ماكينة السير 90 درجة 90 درجة تمام وشغلها على الماكينه تمستها 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 بعد ما تمستها كيس كيس قمت شواها واكلها الله وكيلك مثل السمنه مثل قالب السمنه فاتت ببوازه وانت خسرها بكره بتشوشر ما اخذ نصي ما حط لها صابون بك شو الصابون غير شكل بطيخيا في اسبرين اسبرين حط لها هيك ثلاثه اربعه والله بصير بيضة مثل الثلج يا روح البقره اللي ما تبعك معك والله كانوا قايلين لي مشان الشغله لك انا رحت اجيب كرسي والله بتسكرك يا عيب الشم انت بترد يا وانت قل لي انا بطم بقلك يا قاقص يا عمان رقيت رقيت روح روح الو ولا الله اللي وفق الله هالمرة من وجهك بعد الخينة الكرشي تعم تخسر بالشماشر ما كان السي حطيتها بالشماشر ما كان السي احترقت بالشماشر ما كان السي كان بيحترق كلبة هلا مزوجك انا كعرتي لبرا هلا ضال بهالبرد بهالمطر برا انا مرجف رجف حد تاني مرة شوفك قدام دشك من بيتي شوفك محيط من بيتي فاي بدي موتك لك انا جحش جحش كما جلع عقلك لك في قرانه